وتنضم إلينا من غزة لمزيد من التفاصيل طبعا منى عوكل. منى، ضعينا في جديد التطورات الآن، ما الذي يجري؟ نعم، تحياتي لك عزيزتي داليا وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا ما زال المشهد على ما هو عليه، المزيد من الاستهدافات، المزيد من محاولات لإخراج يعني مناطق جديدة من خارج نطاق الأهلية في محافظات قطاع غزة المختلفة. عمليا الآن كل شيء يتم إخراجه من دائرة الحياة، المستشفيات، المناطق السكانية، يعني الكهرباء، الماء، كل شيء مقطوع، وكل شيء تحاول إسرائيل أن يعني تخلق له واقعا جديدا. إذا أردنا نتحدث عن آخر الاستهدافات، يعني قبل قليل كان هناك استهداف لمنطقة الميناء ومربع منطقة الميناء، هذا المكان الذي أيضا تم تهديده منذ مساء هذا اليوم. هي منطقة تعتبر منطقة سياحية تحتوي على العديد من الفنادق المطلة على شاطئ بحر غزة، بالإضافة إلى أن في هذه المنطقة أيضا عدد من العمارات السكنية والأبراج العالية، وبالتالي تم تهديد هذه المنطقة منذ فجر يوم أمس، والآن يتم استهدافها بشكل مباشر. والحديث عن أنه الاستهداف يتضمن استهدافها أيضا بالفسفور الأبيض، وهذه إشارة إلى أنه يعني في كل المناطق التي استهدفتها إسرائيل منذ بداية هذه الحرب وحتى اللحظة يستخدم الفسفور الأبيض كسلاح أساسي، يستخدم لمحو ملامح الحياة في المنطقة التي يتم تمشيطها ويراد تمشيطها عمليا. طيب، لكن مع ما ذكرتيه من استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقنابل فسفورية أثناء القصف، منى، كيف يتعامل إذن أهالي غزة مع هذا النوع من الاستهدافات؟ وذكرت بأنه يعني الآن ليس كل المباني يتم إنذارها بأن هناك قصف. نعم، يعني عزيزتي لا يوجد حلول، يعني من يتم هدم مباني أو حتى يستهدف مباني محيطة به فقد يعني فقد فرصه في النجاة. إن كان يوجد في المنزل فقد يهد منزل يهدم فوق رأسه، وإن كان لديه فرصة بأن ينجو بحياته من الممكن أن يخرج. إلى أين يذهبون الناس؟ يذهبون إلى المستشفيات، يذهبون إلى مراكز الإيواء إن كان هناك مراكز إيواء قريبة. يوم أمس عندما تم إخلاء بعض المناطق القريبة من الفنادق، وهي قليلة الفنادق الموجودة في قطاع غزة، كان هناك محاولة لإيواء هؤلاء السكان الذين تم إخلاءهم في هذه الفنادق. وفي بعض الحالات كما المنطقة التي تم استهدافها منذ قليل، تم إخلاء عدد كبير من المواطنين في المنطقة في فندق الديرة، ولكن والذي أيضا كان يتواجد به عدد كبير من الصحفيين، لكن تم يعني توجيه تهديد إلى هذا الفندق وتم إخلاءه مجددا. ربما أكثر الأماكن التي الآن يتوجه إليها أهالي قطاع غزة هي مراكز الإيواء التي لم تعد تحتمل، بالإضافة إلى المستشفيات. المواطنين يعني يمكننا أن نقول منى أن كل الأبنية مستهدفة من قبل القصف الإسرائيلي الآن. نعم صحيح، كل الأماكن، كل الأبنية، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه عن أماكن آمنة أو مناطق آمنة، شمالا جنوبا في الشرق وفي الغرب. يعني إسرائيل تستخدم كل الأسلحة الممكنة لديها والمتاحة لديها، وهي لديها الكثير بطبيعة الحال، لمحاولة القضاء على ملامح قطاع غزة وإيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار فيما يتعلق بالبشر أولا ثم الحجر ثانيا. منى، أتصور أنك تقفين الآن أمام المستشفى، يعني لو توضحي لنا حجم الإصابات، يعني كان في تحديث خلال الساعة الماضية لأعداد الضحايا والمصابين، وكيف يمكن أن تتصرف الآن المشافي مع التهديد بقطع الكهرباء خلال الساعة المقبلة؟ نعم، يعني عمليا بعد نصف ساعة من الآن سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، وسوف يتم تقديم آخر تحديث، لأنه منذ آخر تحديث وحتى اللحظة، يعني آخر تحديث كان منى.
طيب منى، لحين عودتك إلينا يعني سألخص ما ذكرتيه لنا في إفادتك من أن القصف ما زال مستمرا. إذا القصف الإسرائيلي لا يفرق بين أي من الأبنية، كل المباني وكل المنشآت تقع تحت قصف جوي مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويطلق أيضا الجيش الإسرائيلي قنابل فسفورية تجاه ميناء غزة ويستخدمها في عمليات القصف. هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين نزحوا في القطاع، تصل ربما الأعداد لأكثر من 280 ألفا للاحتماء في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة أو في مدارس الأونروا أو حتى في المشافي التي تعاني أصلا من نقص كبير في الإمدادات الطبية. وهناك إذن على ما يبدو انتظار من قبل مصادر فلسطينية لقطع محطة الكهرباء في غزة، ستتوقف عن العمل خلال الساعة المقبلة، وفي انتظار مؤتمر صحفي بعد قليل لآخر تحديثات الضحايا.